أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية في العراق. كشف موقع إيكورد في تقرير له عن وجود 65 مصفاة ما زالت تخرب النفط في محافظة أربيل، وقال الموقع إن منتجات 65 مصفاة في أربيل غالبا ما يتم تغريبها، مؤكدا وجود 200 مصفاة غير قانونية تعمل في كردستان العراق تسهم بالتلوث كذلك. انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فشل الحكومة في إيجاد بديل عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر إن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة الكهربائية الإيرانية وكذلك الغاز المشغل للمحطات الغازية، مؤكدة أن توقف استيراد الغاز لمدة 8 أيام فقط سيتسبب بكارثة خدمية لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. انتقدت وزارة الزراعة إدارات المنافذ الحدودية والجمارك لتراخيها في إجراءاتها بشأن المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وعدم اتخاذ إجراءات جدية لحماية المنتج المحلي. المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف قال إن سياسة إغراق السوق العراقية بالمحاصيل الزراعية المستوردة ما زالت متواصلة، وهي تضر بالمزارعين وتسهم بتدني أسعار المنتج المحلي وعزوف الفلاحين عن الزراعة. وفي إطار الفساد المستشري في شركة نفط البصرة، كشف النائب عن البصرة عدي عواد أنه بصدد المطالبة بفتح تحقيق مع مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار بشأن أموال المنافع الاجتماعية المخصصة من الشركات النفطية للمحافظة. وانتقد عواد مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار بتجاهل طلبات المقدمة لعلاج مرضى السرطان ممن سكنوا البصرة من خارج العراق وإنشاء طريق الزريجي نشوة بحجة عدم وجود صلاحيات قانونية أو نفاد الأموال. أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهمين اثنين متلبسين بالاحتيال والرشوة في بغداد، وقالت الهيئة إنها ألقت القبض على ضابط من أحد الأجهزة الحكومية وإحدى الموظفات كانوا يحتالون على المواطنين من خلال إيهامهم أن بإمكانهم إكمال أي موضوعات تتعلق بالنزاهة مقابل مبالغ مالية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد في أمان الله.